وراه هي بعد التنسيق المقاتل الوطني النقابات التمام ديال ممثلة قطاع الصحة. هاد الإنزال الوطني اللي كتشوفوا اليوم هو تعبير على وجاء من بعد المستشفى النظامي على التنسيق النقابي من بعد ما تم توحيد الجهود في إطار التنسيق النقابي الوطني. المستشفى النظامي كان بإضرابات ووقفات محلية إقليمية وجهوية، وكان آخرها إضراب يوم أمس وإضراب اليوم بسبب إنزال وطني. كتشوفوا هاد الحجم ديالو اللي تيعبروا على السوق، وتم الشغل الصحية من تعامل الحكومة مع التنزيل بعد ارتفاق، حتى نقول التنزيل بعد ارتفاق، حنا تجاوزنا مرحلة الحوار والتفاوض، وكانت واحد المستشفى الدولي ديال الحوار والتفاوض اللي أفضى على التوقيع على بعد ارتفاق بين ممثلين النقابيين ووزارة الصحة ولجنة على الحكومة اللي كانت تيجيبوا لنا العروض، هي عروض ديال الحكومة ماشي عروض ديال وزارة الصحة بوحدة. والآخر تيتم تنقل جميع المطالب ديالنا والتزامات الحكومة معنا. هذا الاحتجاج تيعبر على الصخر الكبير ديال الشغلة الصحية. بالمناسبة تنقدموا الاعتذار ديالنا لجميع المواطنات والمواطنين اللي كنا مضطرين أننا نديروا إضراب، وهذا الإضراب تتحمل مسؤوليته تعطي الخدمات الصحية الحكومة، لأن هي المراقبات الوسيلة الوحيدة عندنا هي الاحتجاج إضراب من الوسائل ديالنا المشروعة. للأسف الحكومة ما تستوعبش بأن الخدمات الصحية هي داخلة في حقوق الدستورية للمواطنات والمواطنين، وخصها تفهم بأن تعطيل هذه المصالح والخدمات وتأخرها على المواطنات والمواطنين مصالح الوطنيات المواطنين استفادة من خدمات صحية معقولة. تنقول الاعتذار ديالنا للمواطنات والمواطنين على الإضرابات اللي تقوموا بها، وتنحملوا كامل المسؤولية للحكومة، وتنقولوا كيفما كان في الشغلة الصحية مجندة لا للدفاع ولا لمواجهة الكوفيد، فإنها ستتجند للدفاع عن حقوقها ومطالبها والحفاظ على تصيبات عن منظمة الديمقراطية للصحة. اليوم لا بغينا نهضروا على الأسباب والدوافع ديال هذا الإنزال الوطني الناجح. لابد من نرجعوا للكرونولوجيا ديال الأحداث داخل قطاع الصحة. نرجعوا نبداو بمجموعة من اللقاءات ديال الحوار الاجتماعي ماراثونية اللي شاركنا فيها حنا كتمثيليه نقابيه وكتنظيمات نقابيه بقطاع الصحه بالمغرب، اللي شاركنا فيها ايمانا منا بمبدا التشاركيه، واللي توجهت في النهايه بالتوقيع ديال واحد الاتفاق، هذا الاتفاق اللي كان فيه مجموعه من النقاط اللي اتفقنا عليها واللي وقعنا عليها بحضور جميع الممثلين ديال مكونات الحكومه المعنيين، واللي كان اهم المضامين ديالها هو زيادة درجة خارج السلم، أيضا زيادة في البريم دوريسك بالنسبة للممرضين 1500 درهم، وبالنسبة للإداريين والتقنيين 1200 درهم، بالإضافة إلى نقاط أخرى. حنايا كنقابات واخا هذا العرض هذا لم يرقى لتطلعاتنا ولم يرقى لتطلعات الشغيلة، إلا أننا وقعنا مع الحكومة وقعنا مع ممثلين ديال وزارة الصحة على اساس نواصلوا النضال على ما يمكن النضال من اجله لاحقا. لكن بقات النقطه الخلافيه في هذاك الاتفاق هو الاجراءه ديال هذيك 1200 درهم و 1500 درهم امتى؟ الاجراءه ديالها اللي كانت اقترحت عندنا الحكومه في جونفي 2024 الشطر الاول، وفي جونفي 2025 الشطر الثاني. حنا كتمثيليه نقابيه رفضنا، مختلف الاخوان في تنظيمات نقابيه رفضوا، وكان خلاف على النقطة هذه، وارتأى السيد ممثل وزارة الصحة أنه يرفع الملف لرئاسة الحكومة من أجل التحكيم. دابا الغريب في الأمر هو أن حوالي 5 شهور والملف قالوا لنا أنه عند رئاسة الحكومة من أجل التحكيم. دوك 5 شهور مازال ما توصلنا لا بالتعديل لا بالموافقة على الاقتراح ديالنا حنا، حيت حنا اقترحنا أن الشطر الأول نستافدوا منه في جونفي 2024 باثر رجعي. دوك ما تلقينا حتى شي رد لحد الآن.
مراها كانت تنسيق النقابي خاض واحد مجموعه من المحطات النضاليه، واحد مجموعه من الاضرابات، واحد مجموعه من الاضرابات اللي شلت المؤسسات الصحيه كامله بالمغرب. ومن هذه المناسبه لابد ان اعتذر للمرضى والمرتفقين والمواطنين اللي تيجيو يولجوا العلاج على هذه الاضرابات هذه، وتنقول لهم اننا نكره اخاك لا بطل، واننا نحمل المسؤوليه للحكومه. اليوم قلت لكم اننا بعد 5 اشهر ما تلقينا حتى شي جواب، بعد مجموعه محطات من الاضرابات ما تلقينا حتى شي جواب، حتى شي اشاره ايجابيه من الحكومه. فكانت هذه المحطه هذه اليوم ديال هذا الانزال، هذا انزال وطني في مختلف تنظيمات، مختلف مكونات الصحه الصحيه الوطنيه، اطباء ممرضين واداريين وتقنيين. شكرا. مصطفى جاعة، الكاتب الوطني النقابي للصحه والتقنيه الصحه، واللي يعضو في التنسيق النقابي بقطاع الصحه، اللي هو واحد التنسيق متكون من 8 نقابات اكثر تمثيلا في القطاع. الهدف السياق ديالها هو ان جات من بعد هذا الاستنباط النضالي، وهذا الوقفه الهدف ديالها هو الدفاع عن الاطفال والمشروعات اللي جات فيها انهم بعد ما خدمات المجلس السلطوي والحوارات مع وزاره الصحه مع الحكومه اللي تنزل واحد الاتفاق على 29 جانب 2023. هذا الاتفاق شنو هي الخلاصه ديالو؟ كاين شيء قانوني هو ان هذا المنظومه اللي غنزلوها ضروري الحفاظ على الحقوق الوظيفيه ديال المهنه الصحه، بمعنى الحفاظ على صفه الموظف والحقوق المكتسبه ويساوي حقوق اخرى. مساله اخرى، الشق الثاني هو الزيادات اللي تقررت في هذا الاتفاق، وخاصه بالنسبه للاطر ديال التقنيه الصحه والاطر الاداريه والتقنيه. ولكن كانت فجأة من بعد تلقاء الاتفاق توصلت الحكومه ولم تنزل هذه النقاط اللي كاينه في الاتفاق، وبالتالي اننا حنا دينا خطوات نضاليه في هذا التنسيق على اساس اننا ننتزعوا الحق ديالنا. بدات هذه الخطوات بإضرابات، ومنها كنوجهوا رساله بان هذه الاضرابات حنا مضطرين لممارسه ديال الحق النقابي ديالنا، واكيد كتقطع مع حقوق ديال المرضى، ولكن اللي كيتحمل المسؤوليه ديالها بالاعتقال هو الحكومه. لهذا الرساله ديالنا في هذه الوقفه هي وقفه ناجحه، واللي عرفت على المشاركه ديال الاطر ديال التمريض والاطر الطبيه والاطر الاداريه والتقنيين والاعوان، واللي عرفت مشاركه من جميع ربوع المملكه، وهو كيدعي ان فعلا كاين احتقان وكاين سقط عالي في القطاع. الرساله للحكومه انها يجب ان تتحمل المسؤوليه لنزع فتيل الاحتقان. اذا ما كانش تجاوب اكيد اننا غادي ناخذ خطوات نضاليه اكثر جراه من اجل انتزاع الاحتقان. لهذا نطالب الحكومه بالتفاعل العاجل مع المطالب. دكتور عبد الماك الهلاوي، نائب الكاتب الوطني للنقابه المستقله النقابه القطاع العام. اليوم الان حنا في عرس نضالي تاريخي، اول مره في التاريخ المغربي انه تيكون يعني تحالف ديال جميع النقابات الممثله داخل قطاع الصحه، وهذا يعني بان السير قد وصل الذباب بالنسبه للعاملين، يعني ان العاملين من النقابات اصبحوا الان واعين بالخطر الذي يحدقه المنظومه الصحيه. الان المغرب داخل في اصلاح ديال المنظومه الصحيه، والحكومه كترفع شعار ان تقول لا يمكن ان يكون هناك اصلاح ديال المنظومه الصحيه دون تثمين الموارد البشريه. لذلك كانت مجموعه ديال اللقاءات مع وزاره الصحه، كان جوج ايام دراسيه زائد لقاءات ماراثونيه اللي كانت مخضات بواحد محضر اجتماع على اساس انه غيكون اتفاق مع رئيس الحكومه اللي فيه زياده الاجور، اللي فيه المطلب الاساسي هو الحفاظ على صفه موظف عمومي مع صرف اجور الموظفين الميزانيه العامه للدوله فصل الموظفين. الا انه يعني في الاخر ديال جونفي تفاجئنا ان وزاره الصحه سدت علينا الباب وما عطات حتى شي تفسيرات على هذه القطيعه اللي دارت مع النقابات كلها وكذلك الحكومه المغربيه. ونتساءل كيفاش هذه وزاره الصحه وكيفاش هذه الحكومه غتنجح هذا الاصلاح بدون يعني اهميه المطالب ديال الشغله الصحيه. وحنا تنعتبروا هذا السكوت ديال الحكومه احتقار للعامل الصحه، وكذلك احتقار للنقابات اللي تعتبر مؤسسات دستوريه، احتقار لهذ النقابات اللي ما بقاش تتسمع لهم. وحنا ماشي هذه كخطوه اولى في الاحتجاج، مازال غنستمروا في الاحتجاجات حتى يتم استجابه ديال جميع المطالب ديال الفئات، جميع الفئات العامله في قطاع الصحه. السلام عليكم. اليوم كما تشوفوا حنا كنتوقفنا في الوقفه الاحتجاجيه امام البرلمان اللي جات ورقه من النقط ديال البرنامج الصعيدي اللي قررته التنسيقيات قرروا التنسيق النقابي ديال النقابات الممثله في قطاع الصحه بعد الاحتجاج على الصمت
الذي الصمت والتكتم التي تتعامل به الحكومة مع ملفات مهني الصحة، خصوصا بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابات القطاعية ووزارة الصحة في شقيه المعنوي والمادي. الشق المعنوي فيه الحفاظ على صفة الموظف والحفاظ على المكتسبات اللي كيضمنها قانون الوظيفة العمومية بصفة عامة، والجانب المادي فيه زيادات اللي كان تم اتفاق عليها تخص 1500 درهم بالنسبة للممرضين بجميع أشكالهم، وبالنسبة للإداريين 1200 درهم بالنسبة للإداريين والتقنيين. نيات النقابات كتبتل يعني في إطار وحدوي وإطار نضالي باش تحقق المطالب ديالها. اشنو هي المطالب ديالنا؟ المطالب ديالنا بكل بساطة تم توقيع مجموعة من المحاضر، محضر 29 في جانفي 2023، محضر في أواخر يناير اللي فيه مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية اللي كنطالبوا بها. كاين أمور خلافية ما بيننا وما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اللي يعني تم رفعها لأجل التحكيم، لأجل التحكيم رئاسة الحكومة. مع الأسف من أواخر يناير لم نتلقى ولا جواب ولا رد، مما اضطرنا الى خوض الاشكال النضاليه اللي متوجه بهذه الوقفه اللي كتجي امام المؤسسه التشريعيه. انا كما كتعرفوا ان راس المال البشري هو الاساس لاي اصلاح. جلاله الملك في جميع الخطابات ديالو كيتكلم على تثمين العنصر البشري. مع الاسف الحكومه لم تفلح في تنفيذ التوصيات ديال صاحب الجلاله اللي هي الاعتناء بالعنصر البشري. انتم كتعرفوا ان المنظومه الصحيه كتعاني مجموعه من الاختلالات، كل شيء كيقر بذلك. كاين خصائص في الموارد البشريه، كيف ما داك الشويه الموارد البشريه اللي عندك ما كتلتزمش بداك الشيء اللي وقعتي معاه. احنا مقبلين على اصلاحات كبيره جدا هي الاساس ديالها هو العنصر البشري. كيف يمكن ان يكون دون اهتمام بالعنصر البشري؟ كاين مجموعه من المطالب الماديه ومطالب معنويه مع الاسف لم يتم الالتزام بها. شكرا.